وصفة اليوم صيادية، شوفوا كيف بحضرها. فقّ السمك وبشيل منهم الحسك، بترك الروس والسلسلة على جنب لأن أنا بسلقهم حتى تطلع الصيادية دسمة معي. كون مقطعة بصلتين كبار على شكل نص دائرة وبقليهم بزيت ليصير لونهم أشقر عندي. بهالوقت بتكون غليت عندي المي، بصفيها لأنه أنا بدي استعمل المرقة. برجع بشوف البصلة إذا صار لونها أشقر مثل ما أنا بدي إياه حتى أحط لها البهارات. أنا بستعمل جنجر، بهار أبيض، كركم أو عقدة صفرة، ملح ورشة كمون. هلا أنتوا أكيد إذا بتحبوا لون الصيادية يكون أغمق منكتر الكمون والبصلة منقليها لحتى يصير لونها بني مش أشقر مثل ما أنا بعمل. بحط معهم قسم من السمك يلي أنا مفقيته، بخلطهم كلياتهم سوا. بزيد الرز وبقليهم كلياتهم مع بعض. برجع بزيد فوقهم مرقة السمك، وإذا ضل عندكم زيادة من المرقة منحطها بالفريزر ونرجع نستعملها بعدين. أنا هون استعملت 3 كبايات رز، يعني بدي استعمل 6 كبايات مرقة. وإذا ما كان عندكم مرقة فينا نستعمل مي بدالة، بس أنا بفضل المرقة لأنه بتدسمها أكتر للأكلة. هيك بتكون خلصت عندي الطبخة. شوفوا الرز كيف طالع مهرهر عندي، فينا ناكل حدا طراطور. جربوا هالريسيبي وقولوا لي شو رأيكم فيها. صحتين.